أهلا ومرحبا بيكم متابعي رويال. الداو جونز في حالة تذبذب منذ بداية الأسبوع الحالي بالقرب من مستويات التاريخية عند 35600، وفي ظل تصريحات جيروم باول بأنه لن يتسرع في رفع أسعار الفائدة، فهل هناك فرصة جيدة للدخول بالمؤشر الصناعي؟ تعالوا نشوف التحليل الفني للداو جونز. الداو جونز تداول أسفل مستويات المقاومة الـ 35490، وهناك تشبعات بيعية على مؤشر الاستوكاستيك، وهناك احتمالية لهبوط الداو جونز لمستويات الـ 34730 لمواجهة خط الاتجاه الصاعد، وذلك بشرط بقاء التداولات أسفل مستويات الـ 35600. ده كان التحليل الفني للداو جونز. لو عندك استفسار عن أي زوج تقدر تكتب لنا في التعليقات.